لذلك هنالك بيت ينسب لأبي نواس يقول: أناس لو وصفت لنا الهوى فوالله لا أدري الهوى كيف يوصفه. فهو لا يستطيع أن يعرف هذا الحب، وأخذ هذا البيت أحمد شوقي وشطره، جعل معه بيتا آخر فقال: يقول أناس لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لا يعرف الحب يعرفه. فقلت: لقد ذقت الهوى ثم ذقته فوالله لا أدري الهوى كيف يوصفه. فأصبح أجمل. نزار قباني في قصيدة قصيدتي الجميلة: زمانك بستان وروضك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. يقول: تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. سهدنا وفكرنا وشاخت دموعنا وشابت ليالينا وما كنت تحضر. تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جراح الحب لا تتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. جميل.